ولقراء تغير معدل أسعار النفط ومشتقاته وانعكاسه على تسعيرة المرتقبة محليا لشهر كانون الأول المقبل، ينضم إلينا عبر الزوم الخبير النفطي هاشم عقل. أهلا بك سيد هاشم. أهلا بك، مساء الخير. سيدي، ما هي توقعاتك لأسعار المحروقات للشهر الأخير من العام الحالي والتي ستعلنها لجنة التسعير السبت المقبل؟ يعني كان هناك هدوء خلال الشهر الحالي في أسعار النفط، لم تتغير سوى بدولارين أو 3 دولارات في الحد الأقصى لقام برنت، وهذا تأثيره محدود جدا على أسعار المشتقات النفطية. لذلك نرى أن هناك ارتفاع على سعر لتر الديزل تقريبا 5 فلس، وانخفاض سعر لتر البنزين 90 7 فلس، وال95 أيضا 7 فلس. أود أن أشير لنقطة هامة جدا، أننا من الشهر الحالي ومن العام القادم سوف نودع نهائيا أسعار البنزين المرتفعة، لأن التخمة النفطية الموجودة في العالم في البترول تشير إلى أن أسعار البترول لن ترتفع مجددا، ولن يكون هناك قفزات كبيرة في أسعار البترول، سواء إذا حدثت أخطار جيوسياسية على مستوى العالم كانت كبيرة جدا ومؤثرة في دول الإنتاج والاستهلاك. لكن في المعدلات والطبيعية كما نرى اليوم وسنرى غدا أن هناك أسعار البترول سوف تنخفض أكثر من ذلك، وقد نرى برميل بترول 60 دولار أو أقل من دولار. في المستقبل لن يكون هناك بترول وبنزين مرتفع، لأن العصر الذهبي للبترول كان في عام 2019 ولن يتكرر هذا بسبب عوامل عديدة لا أعلم إذا يسمح الوقت لأتكلم فيها. يعني هل ممكن أن نرى سعر برميل برنت بأقل من 40 دولار للبرميل؟ إذا حدثت حرب أسعار بين الدول المنتجة، وهذا متوقع بشكل كبير جدا لعدة عوامل، تراجع الطلب الصيني، التحول للطاقة المتجددة، هناك اكتشافات بترولية جديدة لدول جديدة سوف تدخل إنتاج، هناك الدول المنتجة خارج منظمة أوبك تزيد من الإنتاج بكميات كبيرة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، ولعل فوز ترامب أدى إلى إعلان مسبق أنه سوف يشجع التنقيب على البترول وإلغاء قانون منع تأجير الأراضي الفيدرالية وإلغاء القيود على البترول، ويريد أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي المنتج الأكبر والمصدر الأكبر للبترول في العالم. كل هذه العوامل المجتمعة، أيضا هناك نقطة أن أعضاء أوبك أصابهم نوع من الملل بالتزام الحصص المقررة، وبالتالي أثرت على الإيرادات المالية، وأيضا أثر عليهم انخفاض الأسعار، وبالتالي هناك نوع من التفلت والتململ في منظمة أوبك، وسوف نرى أن هذا الانضباط الموجود اليوم قد يخرج عن النطاق وتصبح هناك أسعار بترول ونرى الأسعار أقل من 40 دولار بظل المعطيات الموجودة. لكن بشكل عام أنا أقول أن المستقبل يعني للبترول قد تراجع بشكل كبير جدا، ولن نرى أسعار ديزل ولا بنزين مرتفعة، وكل هذه الأسعار سوف تكون منخفضة لأن كل العوامل العالمية وخاصة الطلب الصيني الذي هو المؤثر الأكبر على الطلب عالميا. نعم. وإبقاء ووجود التخمة النفطية بشكل كبير في الأسواق تؤدي إلى تراجع الطلب. نعم سيدي، على ضوء التطورات المتوقعة في أسعار المحروقات، ما هي الخيارات التي تعتقد أن المواطن سيفضلها اليوم في ظل ظروف معيشية صعبة وتعدد الخيارات؟ الخيار الأفضل سواء للصحة والسلامة العامة والناحية الاقتصادية هي أسطوانة الغاز. أسطوانة الغاز سعرها ثابت منذ تقريبا عام 2010، وبالتالي لا يوجد تغيير على أسعارها حتى مستقبلا، وهي أيضا يعني تؤدي الغاية المطلوبة واقتصادية، ويوجد فيها نسبة سلامة مرتفعة. الخيار الآخر الكاز، لأن سعره مثبت ومنخفض بإرادة ملكية، لكن اليوم الإقبال على الكاز أصبح جدا ضعيف، يعني الاستهلاك هذا العام لن يتجاوز 80 مليون لتر، وهذا رقم ضئيل جدا مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة الأخطار التي تحدث من مدافئ الغاز والتلوث والسلامة العامة. بالتالي أصبح هناك الخيار والتحول الأكبر إلى أسطوانات الغاز، وهناك يعني الفائدة المزدوجة أو المتعددة من أسطوانات الغاز في الطبخ والتدفئة إلى آخره. وبالتالي أنا أعتقد أن أسطوانة الغاز هي الخيار الأول والأفضل والاقتصادي الأكثر. نعم، الخبير النفطي هاشم عقل كنت معنا عبر زوم، شكرا جزيلا لك. شكرا.